ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ظل تطور الظروف الاقتصادية كان موضوع اليوم الدراسي العلمي من تنظيم معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بتيبازا. هذا اليوم الدراسي عرف حضور مختصين من مختلف المجالات. ابتسام حارش حضرت فعاليات هذا اللقاء وعدت لنا بالتقرير التالي. يعد موضوع ترشيد الإنفاق والاستهلاك من مواضيع الساعة، خاصة مع المستجدات التي تولدت عن انهيار أسعار النفط وبالتالي ظهور أزمة اقتصادية لابد من التصدي لها عن طريق بحوث علمية لإيجاد حلول لترشيد الإنفاق. احنا كباحثين في القانون نسلط الضوء على هذه الظاهرة والتي نراها من بين الآليات المهمة في تسيير الإنفاق، فكانت الفكرة أن نشتغل مع الزملاء سواء في معهد الاقتصاد والزملاء هنا في المركز الجامعي في معهد علم الاجتماع، فكل منا يدرس فكرة الترشيد من الناحية التي من ناحية تخصصه. هذه أزمة مست العالم ككل، وبالتالي احنا اللي هنا مع نخبة من الأساتذة من كافة الجامعات الجزائرية، ومن ما نقولوش كافة، ممكن معظم الجامعات الجزائرية في الجانب الاقتصادي والجانب القانوني، من أجل المحاولة بخروج محاولة الخروج بتوصيات ممكن تنفع قضية الترشيد في هذه الأزمة الراهنة اللي تشهدها الجزائر. هذا الملتقى العلمي عرف حضور مختصين في القانون، الاقتصاد، علم النفس وغيرها. الهدف من حضور هؤلاء المختصين دراسة الموضوع من جميع جوانبه. بالنسبة للجانب القانوني في إطار ترشيد الإنفاق والاستهلاك، اتبعت الدولة طبعا آليات قانونية لتأطير هذا المفهوم وهذه السياسة حتى تستطيع أن تحقق يعني أهداف معينة ورهانات معينة، وهي وأساسا تكون هذه الرهانات حول تحقيق تنمية اقتصادية، المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن والمحافظة على المكاسب الاجتماعية. هذا هو الرهان الأساسي بالنسبة للدولة. لما نرى المجتمع متكون من مستهلكين سواء كانوا مثقفين أو غير مثقفين، لكن بالنسبة للقانون يجب له رجل اختصاص، وبالتالي فإن من يحضر ملتقى تتكون له ثقافة حول ترشيد النفقات، وبالتالي يجب على كل مواطن ليس فقط كقانوني الاطلاع على هذه المعلومات، وهذا ما يوفره الملتقى. الهدف من هذا اليوم الدراسي العلمي هو الخروج بتوصيات التي يتم من خلالها اقتراح حلول علمية لترشيد الإنفاق والاستهلاك.